اهلا وسهلا فيكم من جديد ولسه مستمرين بفقره على الستيج. معنا اليوم بكرفان محمد رافع، اكيد لسه منورنا كملين بمقابلتنا هيك الصغيره مع محمد رافع. محمد، سؤالنا وصلت له هلا، سؤال مليون دينار. سؤال المليون. سؤال المليون جاهز؟ عن جد حابة اعرف انت كيف محمد رافع بصنف الاغنيه الاردنيه؟ وال انا مرحبا. عمين بترين. الاغنيه الاردنيه كثير عم نطفصها هيك. مين بتفصها بالضبط؟ في حدا؟ كل حدا صراحه، يعني خد راحتك، عتبي على كل الناس والله العظيم. يعني كل حدا بيختص في الاغاني يا جماعه، والله العظيم ان احنا نتعب اغانينا اكثر من غيرنا في مليون مره. صرنا نكتب وصرنا نلحن وصرنا نوزع وصرنا نخرج وصرنا نعمل كل إشي بس عشان نرضيكم، مش عارف شو بدكم. طب والله العظيم صراحه، يعني في اذاعات هون في الاردن، انا فنان اردني بدهم اياني ادفع لهم مبلغ عشان يحطوا لي اغنيتي. يعني لا والله زي ما كنا عم فشرت عينهم. والله يعني ما دافع. زي ما كنا تعقيبا على كلامك، زي ما كنا عم نحكي معك قبل الهوى، انه اخر اغنيه انت عملتها، انت صورتها، انت اخرجتها، انت عملت لها كل شيء ونزلتها انت على اليوتيوب. ما بنكر جهود كل اللي اشتغلوا معي وكل اللي شاركوا معي، ممنونكم يا جماعه. انا طول شو اللي خلاك تعمل هذا الشيء او تضطر انك تعمل هذا الشيء؟ وكيف السوشيال ميديا ساعدتك بهذا الموضوع؟ السوشيال ميديا ساعدتني اكيد، بس هو يعني تتخيليش قديش تعبت على السوشيال ميديا. متت على السوشيال ميديا عشان اوصل. والله السوشيال ميديا لحاله يعني فول تايم جوب اكيد. والله يعني كنت اقعد يوم كامل والله العظيم 8 9 ساعات. مرات ما كنتش عندي انترنت في البيت، اروح على كافيه اقعد بس حاط راسي في اللابتوب، جوجل اتعلم، يوتيوب كيف اعمل هيك، كيف اعمل فيريفيكيشن للبيج، كيف مضطر اتعلم كل شيء لحالي والله العظيم. فتعبت كثير على السوشيال ميديا، اكيد فادتني بالاخير. صار يعني الواحد يعني بيقدر يشهر اي شيء عم يعمله، يعني صار عنده داتابيس، صار عنده يعني وصلوا له الفانز تبعونه، قدروا يتواصلوا معه يسمعوا ويشوفوا شو عم يعمل، وشيء كثير منيح. محمد، احنا قبل الفاصل كنت لسه بدي اسالك ايش في شيء جديد عم تشتغله وما حكيت ليش، فانا بدي اسالك السؤال على الهواء، في شيء جديد عم تشتغل عليها؟ قلت عم بشتغل كثير اشياء، عم بسوي، عم بخلص البومي هلا، وفي كليبين، وفي إشي بعيدا عن اللي كنت اعمله صراحه، في حمله لجلاله الملك رانيا الله يخلي لنا اياها، اسمها مدرستي. صحيح، فقدنا مبادره من واحده من اهم المبادرات، واحده من المبادرات الرائعه يعني في الاردن. التعليم يعني انا بالنسبه لي من اهم شيء في العالم، التعليم والنولج مهم. يعني بنقدر كثير تعب ستنا رانيا مع المعلمين والتعليم والاطفال اللي بيتعلموا وهذا الموضوع. فكتبت غنية حلو، يعني يا ريت توصل لها، انا حاب اوصلها اياها، وما عنديش مشكله اغنيها هلا على فكره. حلو. احنا بعرفش هلا انت المايك والامور هاي، بدنا كمان شوي، شو رايك بنعمل ختام ومسك من الحلقه فيها؟ اكيد محمد رافع، بدي منك تحكي لجمهورك، الكاميرا لك، تحكي لجمهورك كلمة أخيرة، إشي رسالة حابة توصل لهم إياها ويمكن ما حكيتها قبل، يعني أطلق العنان. أطلق العنان مش كثير، بديش أفضفض. تفضفضش؟ لا فضفض. حساسين؟ لا مش هيك، بس يعني بعرف إني مقصر ودائما مقصر، وبتمنى يا رب الله يقدرني على إني أرضيكم وأطلع في إشي دائما هيك يعني يبيض الوجه زي ما كنت احاول طول عمري، يعني الله يقدرني واكمل. طبعا محمد، نحن اليوم سؤالنا كان بالاتجاه المشاكس، بتتردد انك تروح على دكتور نفسي ولا ما عندك مشكله؟ هل يعني نعم او لا؟ مش هو اكيد لا، مش يعني فيش نعم لا، في اكيد لا، يعني ليش؟ لانه اللي يعني اكيد تتردد. اكيد ما بتردد. اوكي هيك بالضبط. انا كنت غلط. لا ابدا. الموضوع انه اكثر حدا عنده مشكله نفسيه اللي بفكر حاله ما بده دكتور نفسي، لانه كل حدا في العالم عنده جزء من المشكله النفسيه. ممكن واحد صرخ عليك في الشارع، ممكن حادث، ممكن زمور، ممكن كذا اثر عليك بطريقه معينه انت مش عارف. فكلنا بحاجه للسايكولوجيست، حتى يعني السايكولوجيست نفسهم مرات بيكونوا عندهم مشكله. والله العظيم بيكون عنده مشكله، انا يعني
سمعت قصص بيكون عندهم مشاكل وبحلوها لحالهم وبيطولوا اكيد فما حدا معصوم أكيد. من هذا الموضوع. طب خلينا هلا نقول لك الشعب الاردني اذا بتردد يروح عند الطبيب النفسي او لا. طبعا النتائج لليوم لسؤال اتجاه المشاكس كانت 43% كانت نعم ولا اخذت 57% ما بترددوا انهم يروحوا على الدكتور النفسي. طبعا نتيجه منيحه حلوه ما تترددوا اذا حاسين عندكم مشكله اكيد روحوا اكيد نحن بنشكركم على تواصلكم معنا. اكيد تضلكم تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سناب شات كرفان رؤيا انستغرام تويتر ايش ما بدكم بتلاقوا كرفان رؤيا وبتلاقوا صور حصريه لكم احكوا اللي بدكم اياه عبروا عن مشاعركم. احنا للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم يعني حلقه كانت سريعه كثير وهذا دليل انها كانت حلوه ان شاء الله انكم استمتعتوا فيها. محمد رافع يسعد لي هالمسا كمان مره بدنا نسمع منك اخر شيء قبل نهايه الحلقه يكون ختامها مسك تختم لنا الحلقة أنت. مرات مش حغني أغنية اللي حكيت لكم عنها بغني إشي تاني و إن شاء الله الأيام جاية ماشي ما راح نستغني عنك. يا ويل على الكرسي محلاه. تمنيتك وجيت وفيك أحلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تغيب ويختفوا جميع اللي يجون عليك انت عيون تشافي المبتلين.